السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ بكم خير وصحة وسلامة. تشوفوا هذا الفيديو اليوم، الفيديو زي الفيديو السابق تقريبا. راح أحب أرسم مناظير. قبل فترة كنت أنا وأختي ملاك قاعدين نتفرج على برنامج في اليوتيوب، كان عبارة عن يعني مسابقة في الرسم. المهم كان في واحدة من المتسابقات كان في عندها أسلوب كتير حلو، كانت بتحط الألوان في اللوحة، بعدين بتستعمل ألوان الزيت وبتحط طبقة خميلة من اللون، تبدأ تكحت، يعني بتحط زي طبقة نحيفة بالأول بتسيبها تنشف، بعدين بتحط طبقة خميلة بتصير تكحت هيك كحت في اللوحة. فيعني كانت كتير كتير لوحاتها جميلة، وكان كلها عبارة عن مناظير وهيك ومدن وشغلة زي هيك. فحبيت كتير الموضوع، والصراحة يعني حبيت أقلد شوي، فحطيت مجموعة من الألوان، طيت أماكن الألوان اللي أنا حابة تكون مثلا بنفسجي وأزرق، واستعملت كمان لون تاني هو لون أزرق غامق وأبيض، وهيك حطيتهم في الأماكن اللي أنا بدي إياها. كان في صورة قدامي ولكن أنا ما حبيت أعمل نفس الصورة بالضبط. المهم بعد هيك بديت أعمل لون أسود عشان أحط التفاصيل في اللوحة، يعني سبتها تنشف بالأول بعدين حطيت اللون الأسود، لأنه إذا كانت رطب اللوحة واستعملت اللون الأسود، اللون الأسود راح يفشفش في كل مكان، يعني راح يتفشى هيك. بعد هيك بديت التفاصيل باللون الأسود، و إذا بدنا نحكي عن النتيجة النهائية، مش عارف إذا راضي كتير عن النتيجة النهائية أو لا. يمكن الإشي الوحيد اللي مش راضي عنه إنه يعني اللون الأسود ما كان كتير واضح في الألوان اللي أنا اخترتها، كان شوي هيك لونه جاي غامق مع درجة الألوان اللي أنا اخترتها، فكان ممكن أستعمل لون أفتح، ممكن لو استعملت لون أبيض بدل اللون الأسود كان ممكن تبين أحسن. ولكن بشكل عام الفكرة عجبتني، مش عارفة إذا حبيتوا أنتوا الشكل النهائي أو لا، يعني اللي حتشوفوه كمان شوي. أتوقع أني رح بعدين يعني حمسحها على اللوحة وأرجع أرسم فوقها، لأنه مش كتير مقتنعة فيها. ولكن إذا حبيت يوم تاني هيك أرجع ألون بهاي الطريقة، رح أختار ألوان أفتح، وإذا اخترت ألوان أغمق رح أختار لون أفتح في التحديد، تحديد اللوحة. المهم يا جماعة بدي أشكر عليكم بالحكي، رح أسيبكم هون تتفرجوا ورح أشوفكم في نهاية الفيديو. طيب يا جماعة هيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكونوا استمتعتوا عجبكم، وإذا عجبكم استمتعتوا حطوا لي لايك، وإذا مش مشتركين يعني وحبيتوا تشتركوا طبعا يعني أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديوهات الجاية. ديروا بالكم على حالكم، سلام.